اهلا بكم. بلا شك بين العلم والجهل زي ما نقولكم بحر كبير، بحر كبير جدا ومساحة غير عادية انك تكون فاهم ليه بيحصل تأخر او خطأ او يعني عدم استجابة او عدم تحقيق امل في الحقل المجاري لاسباب معينة، وبين الجهل. الجهل مثلا ده في مواقف بيبقى كوميدي جدا جدا، بس عشان نفهم العلم بقى انا طبعا يهمني جدا ان يكون ضيفي قيمة علمية هامة جدا في علم النساء والتوليد، وقامة جراحية في علم المناظير وجراحات المناظير، لانها جراحة يعني ما بعدها مهارة، وطبعا علم منظم للغاية. وهسأله في النهاية عن رأيه في الجهل الذي نسمعه ويثير الضحك ويثير البكاء للي فاهمين جدا جدا. اسمحوا لي نرحب بالقيمة العلمية الهامة جدا والقامة الجراحية القديرة جدا الأستاذ الدكتور وائل الشربيني، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وجراحة الأنابيب وجراحات المناظير والحقل المجهري وأطفال الأنابيب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا طيب. وحشني جدا جدا، كل سنة وأنت طيب طبعا. يعني وحشتنا في العيد، ويعني كان عيد جميل لكن عدم رؤياكم فيه كان مش حلو يعني. كل سنة وانت طيب. السؤال العلم، العلم بيقول ايه عن اسباب فشل الحقل المجهري؟ هو حضرتك احنا نتفق انه الحقل المجهري هو وسيلة من وسائل الاخصاب المساعد. وان حدوث حمل او عدم حدوث حمل دي حاجة بتاعت ربنا في الاول والاخر، لكن دور الطبيب ودور المريض ان هما الاثنين يتعاونوا مع بعض عشان يوصلوا لاعلى نسب نجاح. يعني احنا ممكن نوصل بالسيدات اللي عمرهم من 20 الى 25 سنة لنسبة تقرب من 70 الى 80% من اول مرة. طيب ايه اللي بيخلي النسب دي تقل؟ ايه اللي يخلي الست اللي عندها 20 25 سنة تعمل مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر يحصل نجاح؟ وخلي بال حضرتك انه لما بيحصل نجاح معناها ان هذه السيدة كان عندها مشكلة وتحلت. طيب يبقى معنى كده انه كان ممكن نتفادى هذه المشاكل من اول مرة ويحصل حمل من اول مرة، طبعا كله بعد مشيئة ربنا، بس يبقى على الاقل الدكتور والمريض ما قصروش في حق بنفسهم او حق بعض. اول حاجة احنا لازم نقسم هو اسباب فشل الحقل المجهري ده لاسباب هرمونية واسباب في المعمل واسباب من اول التنشيط واسباب في الرحم. طيب اسباب الرحم مثلا زي ايه؟ يعني لو الرحم بتاع السيدة صغير شوية، حضرتك هتقول لي طب ما دي بتتقاس بالسونار. هقول لحضرتك احنا اللي احنا بنقدر نقيسه بالسونار هو طول الرحم وليس عرضه، او طول التجويف وليس عرض التجويف. عشان نقيس عرض التجويف او حاجه اسمها الرحم الانبوبي، الرحم ده بيبقى رحم حجمه عادي، مش رحم طفيلي ولا حاجه، ولا رحم صغير، لا هو حجمه من بره عادي، لكن من جوه تجويف الرحم له كتفين فبيصغر حجم الايه الرحم التجويف من جوه. ده يلزمنا سونار ثلاثي الابعاد علشان يقدر يقيس حجم الرحم الفعلي. الحاجة التانية لو ان التجويف ده مش منتظم. يعني ايه مش منتظم؟ يعني في حاجة مخلية التجويف ده شكله اصغر او شكله غير يعني منبعج من حتة معينة، زي مثلا انه يكون في ورم ليفي صغير والورم الليفي ده مش داخل تجويف الرحم لكن ضاغط على التجويف، يبقى ده لازم يتشال. طيب ان يكون في لحمية في بطانة الرحم، احنا اتكلمنا عن لحمية كذا مرة، ان يكون في حاجز رحمي، ممكن كمان ان يكون في جرح لعملية في الرحم قديمة والجرح ده ما تمش الالتئام بتاعه بشكل سليم. ودي نقطة مهمة قوي، يعني احنا لما بنخش بالمنظار الرحمي بنعمل منظار رحمي لألف ست علشان نلاقي في وسط الألف ست دول كلهم سلام، اصل عشان خاطر نطلع 10 او 15 واحدة هم دول اللي كانوا هيتضروا لو كانت عمل لهم حقن مجهري وكان هيفشل اكيد. دلوقتي احنا ممكن نلاقي مكان الغرز بتاعت العمليه القديمه، مع ان الخيوط اللي بنستخدمها خيوط بتدوب، لكن دخل في القصه دي نقول مثلا شركات او نقول زمن مش كويسه، فبقى بينتج خيوط بالظبط، خيوط ما بتدوبش في الوقت المناسب. المفروض ان الخيط اللي بنستخدمه بيدوب يا اما بعد 11 يوم يا اما بعد 90 يوم. 90 يوم ده 3 شهور، اكيد ما فيش واحده عامله قيصريه تحتاج تولد تاني بعد 3 شهور. اصل المفروض ان احنا اي ست نعملها منظار رحمي بعد 3 شهور لازم ما نلاقيش ولا خيط جوه الرحم. لقينا بعد 3 سنين في بعض السيدات فيها خيوط. ده ضمير الرذاذ الفل ده خيط ايه ده؟ خيط هو المفروض ان هو خيط ماده اسمها الفيكريل، لكن هو ما كانش بيدوب كويس. وطبعا عشان خاطر يتشال الخيوط دي مشكله. لان احنا بنغير الزاويه بتاعه المنظار عشان خاطر تجيب السطح الامامي للرحم ونتني الاله بتاعتنا، لازم منظار حاجه اسمها فليكسيبل اللي هو المنظار اللي بيتني المرن. طيب ده بالنسبه لمشاكل تجويف الرحم. نخش على المشاكل الهرمونيه.
او الاول نخش على مشاكل بطانه الرحم. احنا في عندنا حاجه اسمها بطانه الرحم الرافضه للاجن، يعني الاستقبال بتاعها وحش، حاجه اسمها الاندوميتري ريسبتيفيتي. ليه؟ دلوقتي حضرتك احنا البطانه بتاعه الرحم دي هي منطقه زي ما قلنا قبل كده ان هي معزوله جينيا او مناعيا اسف عن بقيه الجسم. يبقى المنطقه دي المفروض ان هي لما بنحط فيها الجنين اللي هو فيه جزء منه من الذكر وجزء من الانثى، جزء من الراجل وجزء من الست، الجزء ده البطانه ما تتعرفش على الجزء اللي من الراجل، ما تعرفش ان الجنين ده حاجه غريبه. لا، في بعض الناس حصل مشكله في البطانه الرحميه بتاعتهم بشكل ما واتكشفت مناعيا، يعني مناعه جسم الست عارفه اي حاجه بتتحط داخل الرحم ده، ده من جسم الست ولا من بره. كل ما نحط فيها جنين تفشل، كل ما نحط فيها جنين تفشل. انا عندي عينه 16 مره فشل، ومجرد ما جات لي طلبت منها التحليل ده طلع عندها المشكله دي. العلاج بالظبط بيتكلف حوالي 150 جنيه. طب هي 16 مره اللي عملتهم دول كلفوا كام؟ كل واحده مكلفات بالظبط كده. يعني هي دفعت حوالي مثلا 160. رغم ان العلاج كانت ممكن جدا يعني يخليها تتجنب كل حالات الفشل دي حضرتك. وهي بيبقى كمان عندهم مشكله في جسمهم بشكل عام. يعني هي دلوقتي احنا دلوقتي السيدات دول بيبقى عندهم زياده في خلايا في الجسم اسمها الخلايا القاتله، ناتشرال كيلر سيلز. الخلايا دي الماكروفاج بالظبط يا فندم، ده اللي هي الخلايا الاكله. الخلايا المهاجمه دي خلايا ربنا خلقها في الجسم، وظيفتها ان هي بتاكل الخلايا التانية، سواء بقى كان ميكروب كان بكتيريا كان فيروس ايا كان الحاجة اللي موجودة. لما بتلاقي جنين والجنين ده فيه حاجة مش موجودة او يعني مش مفروض ان يكون موجودة اللي هو الجزء بتاع الاب، لا ساعتها بتروح واكلة الجنين ده. هي بتعتبره كانه جسم غريب، لا بتعتبره جرثومة، بتعتبره مرض. ده خلل مناعي. طيب وزي ما قلت لحضرتك العلاج بيكلف تقريبا حوالي 150 200 جنيه كله على بعض. ولا حاجة. طيب بعد كده احنا اتكلمنا عن المشاكل البطانه. هنخش بعد كده على المشاكل العامه. يعني مثلا ممكن تكون المريضه عندها سكر، عندها مشاكل في الغده الدرقيه، عندها مشاكل حاجه اسمها الزئبه الحمراء. في بعض المشاكل كده اهوت، المشاكل دي لو ما اتعالجتش قبل ما نعمل الحقن المجهري، يعني لو الدكتور بتاع امراض النساء والولاده ما بيقعدش مع المريض ويساله انت عجلك امراض قبل كده ولا لا، عملتي عمليات قبل كده ولا لا، بتاخدي اي ادويه لاي سبب ولا لا. يعني مثلا المريض ممكن ما يهتمش قوي او يتكسف انه يقول للدكتور يا دكتور انا بروح لدكتور نفسي، مع ان ده سؤال مهم جدا. ده سؤال مهم جدا، لان في ادويه كتيره جدا في الامراض النفسيه بتخلي هرمون اللبن بيعدي ال100 وال150 اللي هو حوالي خمس او ست اضعاف الطبيعي. وبالتالي هذه السيده مش هتحمل، هنعمل لها حقن مجهري هيفشل لمجرد ان هي مكسوفه ان هي تقول يا دكتور انا بروح لدكتور نفسي وبيديني ادويه. وكل الناس اللي بتاخد ادويه الطب النفسي بتقول لها في عجاله، يعني حتى ممكن تكلفتها انا باخد ادويه لدكتور نفسي ما تسمعش ما تفهمش انت هو قال ايه. حضرتك قلت ايه؟ انا باخد ادويه يعني كده اللي هو بتاع. ولو هو راح مع حد هو مش عايز يقول قدامه هتبقى المشكله اكبر. طبعا. فدي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، لو المشكله مثلا موجوده في الانابيب الرحميه، بيجي ناس عندهم انسداد في الانابيب الرحميه، هو الانسداد عندنا الاول بس يعني فيديوهات كتير لسه ما خدناش ولا فيديو، لسه ما دخلناش الحاجات اللي فيها فيديوهات. لا احنا مثلا لو عندنا حاجه اسمها الانتفاخ المائي في الانابيب الرحميه، تيجي السيده تيجي تقول يا دكتور انا عندي انسداد في الانابيب. اقول لها يا مدام احنا طالما الانسداد ده مبوظ الانابيب وحصل انتفاخ مائي يبقى لازم طريقه الحمل هي الحقن المجهري. طيب لازم نعمل منظار نسد الانابيب الرحميه قبل ما نعمل الحقن المجهري. تقول لي لا يا دكتور انا عايزه احتفظ بالانابيب بتاعتي علشان يمكن بعد كده اعرف احمل، يمكن بعد كده نلاقي طريقه نحل بيها القصه دي. احنا لازم نسد الانابيب دي لان الميه اللي جوه الانابيب دي مش ميه نظيفه، دي ميه فيها اكل وفيها شرب فيها مغذيات فيها اللي هو السائل الموجود في جسمنا، وبالتالي بيستدعي البكتيريا بيستدعي الميكروبات. دي منبه يا معلم. بالظبط، منبه للبكتيريا. فاحلى يعني حضرتك هو اصلا ده منبه. اسمه ده اسمه حضرتك التيوب الملك. هو اسم يعني هو ربنا خلقه عامل زي اللبن. اللبن ده الهدف منه ان يغذي الجنين اللي بيقعد في الانبوبه 3 لـ4 ايام اول ما يتكون. يعني حضرتك فهو ده مغذي جدا، وفي نفس الوقت الانبوبه زي ما احنا قلنا معزوله مناعيا عشان ما ترفضش الحيوانات المنويه. عظيم. فيبقى معنى كده ان برضو اي ميكروب هيكون موجود في المنطقه دي هياكل ويشرب وينتعش بدون اي خطر عليه. ومهما ناخد مضادات حيويه وناخد حاجات مش هتاثر على المنطقه دي، فلازم الانابيب تتسد.
يبقى قصة ان المريض يرفض او هترفض ان احنا نسد الانابيب او ان الدكتور ما ياخدش باله او ان هو يقول لها لا، تقول له مثلا مش عايز اعمل اشعه بالصبغه فيقول لها ماشي، الكلام ده كله ده تقصير سواء من حيث المريض نفسه اللي بيرفض ان هو يعمل اشعه بالصبغه او ان هو يرفض ان احنا نشيل الانابيب او ان احنا نفصل الانابيب، او من الطبيب اللي هو بيطاوع المريض لمجرد ان المريض ده في حاجه مش على هواه. فالحاجتين دول مش صح. بعد كده نخش على المشاكل الهرمونيه. احنا دلوقتي طبعا بقى من الطبيعي جدا ان اي ست نعمل لها حقن مجهري لازم نعرف تحليل كامله للهرمونات في جسمها، لازم نعرف اذا كان عندها اي مشكله او ضعف في البطانه الرحميه، لازم نعرف ان يعني نشوف كده بعد عمليه الحقن المجهري احنا هنديها مسانده هرمونيه ازاي. يبقى احنا عمليه الحقن المجهري نفسها بنعملها بتنشيط هرموني، وبعد ما بنخلص تنشيط هرموني بنبتدي نعمل مسانده هرمونيه. المسانده الهرمونيه دي بالمثبتات. المثبتات دهيت احنا عندنا نوعين من المثبتات، حاجه اسمها مثبتات او هرمونات هرمون بروجسترون طبيعي، ده مماثل تماما للموجود في البني ادم، وهرمون بروجسترون صناعي. الهرمون بروجسترون صناعي اقوى واحسن، لكن في عيب انه في صفه هرمونات ذكوريه. المشكله بقى هنا لو ان المولود كان بنت، احنا دلوقتي بنديها هرمونات ذكوره من وهي لسه بتتكون في اول 3 شهور، فبيبقى في عندهم مشكله انه بيحصل لخبطه في الهرمونات عندهم من اول تركيب الجنيني او الجيني داخل تركيب الست. ومن ضمن المشاكل اللي احنا شفناها بعد كده ان في بعضهم بيطلع عندهم المشاكل الوراثيه او العيوب الخلقيه في الرحم لو هي بنت وخدت هرمونات صناعيه. فاحنا دلوقتي بقينا بندي الهرمون الاضعف اللي هو البشري اللي هو ملوش اي اعراض جانبيه عشان خاطر نساند بيه البطانه الرحميه. تمام. ندخل بقى على الرحم نفسه. احنا خلصنا كده كل الحاجات اللي حوالين الرحم، فانا عايز اسال عن الحاجز الرحمي، عايز اسال عن اللحميه، عايز اسال عن الارض اللي احنا نزرع فيها الجنين ده. تمام. هو حضرتك احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا تجويف الرحم ده حاجه مثلثه الاضلاع. هو عباره عن سطح امامي وسطح خلفي وسقف والجزء التحتاني مفتوح. اللي احنا هنشوفه ده هو ده احد التقنيات طبعا اللي الناس كلها دلوقتي عارفينها اللي هي عمليه النقل على اليوم الخامس. احنا دلوقتي بنصور الجنين، الجنين ده هو بنصوره من اول بتصوير مستمر من اول ما بيبقى خليه واحده وينقسم لغايه لما يعمل حاجه اسمها البلاستوسيست. ولو ناخد بالنا هنلاقي ان البلاستوسيست بتتحرر من القشره، يعني هو في قشره كده والبلاستوسيست بتخرج منها اللي هي الجنين اليوم الخامس. جنين اليوم الخامس والفكره بتاع جنين اليوم الخامس دي بتنقلنا اقوى الاجنه اللي احنا عارفين ان هي ان شاء الله الجنين ده احتمال كبير جدا يكمل. لما بيطلع لنا جنين البلاستوسيست يبقى الجنين ده او الوجود الجنين ده هو غفر كل ما قبل. يعني ايه غفر؟ يعني لو في اي لخبطه في الهرمونات في التنشيط، المبيض ضعيف، ست عندها تكيسات، الزوج عنده مشكله في الحيوانات المنويه، تشوهات مرتفعه، وجود جنين اليوم الخامس خلاص يبقى انت كل اللي فات ده يعيش يعني الغد بالظبط كده. يبقى كل اللي فات ده خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله يعني عدى بسلام وخلاص. بعد كده نبتدي بقى مرحله الزراعه، ان الجنين ده يعرف يزرع نفسه داخل الرحم. طب احنا دلوقتي عندنا جنين يوم خامس وجنين قوي ومن درجه الاولى، لما نحطه في ارض وحشه هيعرف يطلع؟ مش هيعرف يطلع. طيب يعني ايه ارض وحشه؟ احنا قلنا اول حاجه موضوع المناعه، قلنا ان البطانه دي تاكل الجنين. طيب بعدين قلنا ان احنا ممكن يكون في تعريج في البطانه، التعريج ده ممكن يكون على هيئه الغرز بتاعت القيصريه اللي احنا قلنا ممكن تكون موجوده، ودي اللي احنا بنشخصها بس بالمنظار الرحم لان الغرز ما بتبانش في الصناعه. بالظبط. الحاجه الثانيه ان يكون في حاجه اسمها لحميه في بطانه الرحم. يعني ايه لحميه في بطانه الرحم؟ هو البطانه بتاعت الرحم دي اصلا جزء بيتجدد كل شهر، فالجزء ده بينزل ويتكون جزء جديد. طيب لو مش كله نزل وفضلت حته منه موجوده هيبتدي بعد كده يتكون عليها البطانه بتاعت الشهر اللي وراه. نشوف اللحميه دي. هنشوف دلوقتي الفيديو. اللحميه الرحميه دي مهمه قوي. هيتكون جزء بتاع الشهر ده، بعدين الشهر اللي وراه يتكون جزء بتاع الشهر اللي وراه، يبقى نلاقي في حته في البطانه عماله بتكبر لوحدها بالرزم لوحده. ده منظر في السونار دلوقتي اللي احنا شايفينه الاسود اللي في النص ده تجويف الرحم. وبعدين جواه حته بيضه، الحته البيضه اللي بتبان دي حته بيضه كده زائده لحميه موجوده في داخل تجويف الرحم. ده المنظر بالصناعي. هو هي القصه كلها ان انا كنت عايز اوضح للناس انه اللحميه دي في اوقات كتيره بتشخص بالصناعي، وبرده نتيجه لان في بعض الناس ما بتركزش قوي اثناء عمليه الصناعي، ما بتاخدش بالها من قصه. انا قلت لك انها صعبه.
انا ما يعني خدتش بالي. والله حضرتك يعني لا حريف يعني سونار بس ما خدتش بالي. انا بحضرتك هي قصه انه برضه اختيار الميعاد، اختيار الميعاد اللي احنا بنعمل فيه السونار ده مهم قوي. يعني احنا مثلا زي ما شفنا هنا اهوت، انا كان عندي في سائل اسود موجود داخل الرحم. احنا لو عملنا السونار ده اثناء الدوره الشهريه، الدم اللي موجود داخل الرحم بينفخ الرحم، وبالتالي اعرف اتفرج فيه على اللحميات كويس. او ان انا بعمل حاجه تانية اسمها السونو هيستروجرافي، ان انا بحقن ميه داخل الرحم عشان اتفرج على التجويف من الداخل. فده الطريقه اللي احنا نقدر نشخص بيها اللحميه داخل الرحم. تمام. طيب انا ممكن يكون عندي الاوضه ضيقه. يعني ايه الاوضه ضيقه؟ الرحم ضيق. الرحم ضيق دوت احنا قلنا مثال له حاجه اسمها التي شيبت كافيتي، اللي هو يكون شكل حرف تي، اللي هو يكون عنده كتاف. يعني الرحم ده هو الرحم الرحم مش تي، مش شكل التي، لا رحم مثلث، التجويف مثلث. يعني هو يعني ضلعين كده. ضلعين كده وضلع كده، طلع كده. لكن التي ديت يبقى رفيع من تحت قوي بقى، بيبقى عنده كتاف كده، مش يبقى مرتاح. حاجه اسمها شولدرنج. ده حله لازم بالمنظار ان احنا نشيل الكتفين اليمين والشمال. نوسع التجويف. في عندي حاجه اسمها حاجز رحم. ايه الحاجز الرحمي ده؟ ان انا في ناس ربنا خلقها الرحم بتاعها مقسوم نصين، ده له درجات مختلفه، من اول الرحم ذو القرنين او الرحم المقعر الاول، وبعدين الرحم ذو القرنين، وبعدين الحاجز الرحمي الغير مكتمل، وبعدين الحاجز الرحمي المكتمل. مكتمل 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 لدرجه انه بنلاقي بعض السيدات عندها عنق الرحم من تحت مقسوم نصين، يعني يبقى من اول تجويف فوق لغايه تحت. وبعدين في الدرجه الاعلى من كده هي السيده اللي عندها رحمين. ده منظر السيده عندها رحمين. طبعا والله العظيم ما اعرف ده بجد صحيح. والله يتوجد اثنين، يتوجد اثنين. نص يمين ونص شمال، مش رحم منفصلين تماما. هو نصين مقسومين عن بعض. ده المنظر بتاع الحاجز الرحمي. احنا ايه اللي قدامنا ده؟ ده تجويف الرحم من جوه، وبعدين نلاقي فيه كهفين، كهف يمين وكهف شمال، وفي النص فيه حته بيضه كده. الحته البيضه دي هي الحاجز الرحمي. هي الحته دي هي اللي مضيقه التجويف بتاع الرحم، هي اللي قاسمه الرحم ده الى نصين، والنصين اصغر من الشكل الكامل. دي العمليه بتاعت ازاله الحاجز الرحمي. بحب انا العمليات دي قوي. انا عايز اقول لحضرتك ان العمليه ده هي قبل ما تتعمل بالمنظار، قبل ما يخترعوا المنظار، كنا بندخل مقص داخل تجويف الرحم، وبيتقص الحاجز من غير ما نعرف احنا قصينا الحاجز ولا لا، وقصينا الحاجز بالكامل ولا لا، وصلنا لاخر ولا لا، حصل ثقب في الرحم ولا لا. ما كانش فيه الامكانيه ديت ده زمان. كده زمان في الناس كانوا بينفخوا الانابيب. ما انا بقول لحضرتك. ده انا عايز اقول لحضرتك انه لغايه النهارده في ناس بتعمل لغايه دلوقتي بينفخوا الانابيب. انا فاكر سنه 1994 واحنا في كليه الطب 95، طالب في سنه 95 قال كلمه نفخ الانابيب الدكتور، استاذ دكتور راجل وقور جدا، قام يجري وراه، يعني قام يضربه مش يجري وراه، يعني في حاجه اسمها نفخ الانابيب. وبقول لحضرتك يعني انا لغايه دلوقتي انا بستغرب ان فعلا في بيجي لي مرضى ناس بيقولوا لي ان احنا عملنا عمليه نفخ انابيب. الحاجز الرحمي ده هو بقى بتشال النهارده. نفخ الانابيب دي معلش يا دكتور كانوا فعلا بيدخلوا منفخ كان بيدخل. هو حضرتك بيوصلها بجهاز الضغط، يعني بالمنفخ بتاع جهاز الضغط يا دكتور. ما هو برضه في الاخر منفخ. بس ما حدش عاد بيعمل الكلام ده دلوقتي. طيب احنا وقفنا عند التصاقات الرحم. حضرتك في اوقات بقى بعد قيصريه مثلا، او سيده كان عندها التهابات، او سيده عملت كحت، نلاقي الجدار بتاع الرحم الامامي لزق في الجدار الخلفي وحصل انسداد لتجويف الرحم. دي بتبقى المشكلة، أكبر مشكلة بتقابلنا، إن تجويف الرحم ده مش مجرد جدار وجدار وخلاص، لا لازم السفنجة، لازم الطبقة الإسفنجية اللي اسمها البطانة الرحمية تكون مغطية الجدار ده. طب إحنا دلوقتي حتى لو قدرنا إن إحنا نفتح التجويف بتاع الرحم ونرجع التجويف زي ما كان، أهو زي ما إحنا شايفين كده، العملية اللي إحنا هنشوفها دي عملية كي فتحات الأنابيب من داخل الرحم، ودي أنا متعمد ان انا اجيبها عشان السيدات اللي بيرفضوا ان احنا نقفل الانابيب او ان احنا نشيلها. الحل ده اتعمل للناس دول، ان احنا بنقفل فتحه الانبوبه الرحميه من جوه الرحم بالمنظار الرحمي. مجرد ان انا بكوي الفتحه خلاص، وللعلم الكي بتاع الفتحه ده هو ما بيستمرش طول العمر. هو بيستمر فتره سنه الى سنتين، وبعد كده الفتحه بتفتح تاني لوحدها. يعني هي القصه كلها انه احنا لما بنقفل الانبوبه من الداخل خلاص، ده اغلاق مؤقت لغايه لما نعمل حقن المجهري بتاعنا، لغايه لما الست تحمل وتولد، وبعد كده والله هي كانت عايزه الانبوبه بتاعتها مفتوحه خلاص، يبقى كده الانبوبه بتاعتها ما سدناهاش خالص. كنا بنتكلم عن التصاقات الرحم، كنا بنقول الالتصاقات ده هي ممكن الجدار الامامي يلزق في الجدار الخلفي وما يبقاش فيه بطانه رحميه. المشكله اللي بتقابلنا ان احنا ما فيش حاجه اسمها زراعه للبطانه الرحميه. احنا بنستنى لغايه البطانه الرحميه اللي موجوده، بواقي البطانه الرحميه اللي موجوده، ان هي تنمو وتتكاثر
وتغطي الايه بقيه التجويف بحاجه اسمها الكريبنج، الزحف، زي ما يكون واحد مثلا مجروح في جلده، الجلد نفسه بينمو يمين وشمال عشان خاطر يغطي المنطقه دي. المشكله بقى ان القصه دي ممكن تاخد وقت شويه، واحنا بنضطر ان احنا ندي معاها هرمونات كتيره جدا ونعطل الدوره على قد ما نقدر عشان خاطر نزود كميه الخلايا اللي بتطلع البطانه الرحميه. ده بالنسبه للمشاكل الموجوده داخل تجويف الرحم. مشاكل كتيره مع حضرتك، ما هو لازم كلها تتابع كويس. ولازم على فكره دايما كنت اسمع زمان يقول اللي داخل يعمل كحت ده، فكان في مثل في الاوساط الشبابيه يقول لك ايه، اللي يتهور لازم يتعور. فاللي يتهور ويعمل كحت وهو ما عندوش خبره هيعور مش هيتعور. طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك انه انا يعني كان جالنا كذا حاجه كده في القصر العيني لسيدات اتعمل لهم كحت وبعدين ثقب في جدار الرحم مطرح الكحت، والدكتور ما خدش باله ان الثقب ده موجود، واضطرينا يعني حصل تعفن بقى في مكان في الرحم، واضطرينا هنشيل الرحم لمجرد من عمليه صغيره جدا قد كده، حد ما عندوش خبره كافيه، اضطرينا ان احنا نعمل عمليه قد كده، وللاسف العمليه دي بتدمر او بتضيع اسره كامله. اخر بقى مشكله ممكن تواجه في عمليه الفشل، تؤدي الى فشل الحقن المجاري ايه؟ حضرتك هو برضو انا حضرتك بتفكر احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع النصب في القصه دهيت. انا لسه اول امبارح على الفيسبوك عندي في مريضه بعتها لي تقول لي يا دكتور انا عملت حقن مجهري واتنقل لي جنينين ممتازين، جنينين متوسطين، جنينين ضعيفين، وحصل فشل لعمليه الحقن المجهري، وبعد كده جوزي عمل عينه من الخصيه طلع اصلا انه ما عندوش حيوانات منويه، فاخر حاجه في فشل حيوانات فشل عمليه الحقن المجهري هي عدم الضمير لدى الناس كتير. عدم الضمير لدى ناس كتير، والله تمشي حلوه، وناس كتير بقى ما عندهاش ضمير. هل من ضمن العلاجات بتاعت مشاكل خاصة بفشل الحقن المجهري ما يسمى بإعطائها جنين القمح، على أساس يعني إن كلمة جنين القمح على وزن الأجنة، فربنا يكرم وتخلف، يعني ولا هي ولا أنا بتالي؟ هو حضرتك هو في حاجات طبيعية كتير، حاجة اسمها مضادات الأكسدة دي بالنسبه لنا كويسه قوي، لكن اعتقد ان جنين القمح مش من ضمنها. يعني مثلا انا بدي العينين بتوعي حاجات الاوميجا 3 والانتي اوكسيدنت، لكن مش هي اللي ممكن تعمل مثلا علاج لحالات اجهاد متكرر. لا طبعا. لا طبعا لا طبعا، يعني اللي يقول حاجه زي دي يبقى عليك. لا هو لو عنده اثبات علمي يورينا، مش هنقول لا. ما هو الناس دلوقتي بتقول اي كلام وزي الفل، والناس ماشيه زي الفل. انت نورتنا كالعاده وسعدنا بيك، ويعني فعلا شرح علمي تفصيلي جدا لما يسمى باسباب الفشل. وان كان انا هقف وقفه مهمه جدا عند النقطه الاخيره، انه من اهم اسباب الفشل في الحقن المجهري هو ما يسمى بغياب الضمير، قله الضمير، وده بيستغله الجهلاء. ما هو الجاهل بيستغل غياب الضمير عند كثير من اللي عندهم علم، غياب الضمير ده بيبقى عند الناس اللي ما عندهاش علم، لكن الجاهل مش بس غياب ضمير، غياب ضمير وغياب عقل، هو من اساس ما عندوش عقل، يعني برينكتومي متشال المرحله برينكتومي. كل شكر والتقدير طبعا للقيمه العلميه الهامه جدا والقامه الجراحيه القديره في علم النساء والتوليد والعقم اللي بيشرفني وبسعد جدا بلقياه، وحلقته بتكون متفرده في العلم وفي الشرح التفصيلي، تحتاج الى عقليه مختلفه للاستماع، هو القدير الرائع الاستاذ دكتور وائل الشربيني، استاذ واستشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحات المناظير والحقن المجهري واطفال الانابيب بكليه الطب جامعه القاهره قصر العيني. نورتك العاده دكتور. الله يخليك دكتور ايمن، سعيد جدا. نلتقي الاثنين الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بيك. الى غد حلقه جديده من الدكتور. ايه الدكتور؟ برنامج مختلف، برنامج علمي، برنامج كل اطرافه علميه. حتى فريق الاعداد وصل الى درجه علميه قديره جدا جدا، حتى الاخراج، مش حتى طبعا الاخراج ده على دماغنا من فوق، اعلى اخراج في مصر بالنسبه للنوعيه دي من البرامج، بل بالنسبه للبرامج كلها. احنا بنحاول في النهايه نقدم لكم صوره جيده جدا ومضمون جيد جدا، وبنحاول ان احنا نقف امام الجهل بمنتهى القوه ومنتهى القسوه احيانا، لانه لا رحمه مع الجهل ولا عفو مع الغباء. خليكم دايما مع البرنامج الاول والاكثر قدره على التشويق والمتعه، برنامج كله طب. خليكم مع الدكتور، ما تروحوش في اي حته ثانيه. الى اللقاء.